هو الاستاذ هيكل يعني الحقيقه جزء من مرحله مهمه جدا من مراحل تاريخ مصر والمنطقه العربيه والعالم. ايوه. اللي هي مرحله التحرر الوطني، مرحله المعركه ضد الاستعمار الاجنبي، ضد القواعد الاجنبيه، ضد الاحلاف الاجنبيه، مرحله بناء الاقتصاد الوطني المستقل، معركه السعي من اجل لتوحيد الامه العربيه في المعركه ضد الاستعمار. أيوة. كل هذه المعارك كان هيكل يعني فارس اساسي من الفرسان. أيوة. الذين خاضوها، لانه دي طبعا كان معارك مصر في الخمسينيات والستينيات اللي كان فيها هيكل قريب جدا من سلطه اتخاذ القرار. أيوة. وكان جزء من هذا المشروع الوطني وبيسعى من اجل انجاحه والترويج له وحشد المواطنين حوله. وكان يعني بمثابه خط الاتصال بين الجماهير الواسعه وبين قياده عبد الناصر لحركه التحرر الوطني في هذه المرحله اللي تجاوزت تاثيرها طبعا مصر الى العالم العربي الى العالم الثالث وغيرت خريطه العالم كله. وده اهميه الدور الذي لعبه هيكل كصحفي وككاتب ومؤرخ وصانع سياسات وسياسي يعني هنا